السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم وأهلا بكم إلى هذه الحلقة الجديدة يوم الاثنين، يوم مبارك علينا وعليكم جميعا. شكرا جزيلا لكم على كم التفاعل والرسائل خاصة التي ترد علي على الخاص، والشكر والثناء هذا لكم أنتم لمتابعتكم، ولكن إن شاء الله نأمل كثيرا مع كل الظروف الصعبة التي مررنا بها وتمر بها تونس أن يتطور هذا البرنامج مع قادم الحلقات وقادم الأيام. المشاركة مفتوحة، وهذا من خصوصية البرنامج، والرقم تجدونه أسفل الشاشة على الواتساب 0216-98-27-63-63، وكذلك على الصفحة الرسمية ويذ مقداد بإمكانكم أن تضمنوا تعليقاتكم ومقترحاتكم كذلك، ونحن نرحب بها وندرجها إن شاء الله. سنخصص في قادم الحلقات فقرة خاصة بأبرز التعليقات والمقترحات كذلك. القضية التي أريد لها أن تمر هكذا، وهي قضية بحجم فضيحة دولة، بحجم فضيحة دولة تجملت بالثورة، تجملت بالديمقراطية وبصناديق الاقتراع، حتى يا سبحان الله اتضح بأن ليست صناديق الاقتراع تحكم. شفنا مهزلة الحوار الوطني، وشفنا نوبل للسلام، شفنا فرانسوا هولاند وهو يحتفي بحسين العباسي وبالجماعة الأربعة قدامه وهم مهزومين قدامه، لكن ذاك فصل من فصول أولاد البلطي. نحن اليوم في المسلسل 25 من أولاد البلطي، تكشف التقريب فصوله، محاضر البحث موجود على قارعة التاريخ، الجميع بإمكانه الولوج وممكن يقرأ ويفهم حجم. لكن طبعا تداول الإعلام فضيحة، يعني ما يجري، مش كانوا يلوجوا على الجهاز السري وحبينا؟ قلنا راهي تونس ما تنجم طبرة، تونس ما تخرج من العلة إلا ما يوفى مسلسل شكون قتل شكري، ويوفى مسلسل الجهاز السري، حتى نذهب لإصلاح المدارس، وحتى نذهب لتطوير بلادنا، وحتى نذهب لمعالجة أزمات الاجتماعية والاقتصادية. اليوم يعني سبحان الله قضية البحث في شركة متاع قمار، يعني تقول أنت فعلا عبر المصادفة، يعني العملية البحث في قضية أخرى ما عنده حتى علاقة إطلاقا بجريمة متاع محاولة قلب نظام الدولة وتعيين رئيس حكومة وبرنامج كامل موجود والفصل 80 انطلقت من هناك. كيفاش دولة كاملة هكذا جريمة بهذا المستوى يتم الكشف عنها وفضح ملابساتها عبر صدفة أمام حاكم التحقيق وهو يبحث يلوج على شركة قمار؟ شكون شركة قمار يملكها؟ وهذا مش نمشوله تباعا في قادم موجاتنا في هذه الحلقة. يعني هو مستشار الاقتصادي للسيد الرئيس النظيف العفيف، مستشار الاقتصادي تبارك الله عليه بفلوسه بالحلال متاعه عامل شركة متاع قمار، ومبارك له ربي على القول التونسي وعلى المعنى التونسي. نعطيكم شوية مثال للي ما عندوش وقت واللي هبلته الأخبار، وهذا أخطر ما وقع مع المواطن التونسي، أنه الإغراق في الأخبار وخاصة السيئة، حتى يولي مخدر، والمخدر طبعا لازمنا نحطوه في الإنعاش، ما عاد يقولك لا يهمني واخطاني ووجع رأس وما حاشي بحتى شيء أخطر. وهذا فعلا هنا نجح الإعلام الدمار في أنه يخليك يا مواطن تونسي خليك بعيد، ويخليك خلاص أخطوني نسلموا الدولة القيس سعيد والعصابة البلطي. اتضح ما هيش عند سعيد ساعة الدولة، أوكي حاجة جديدة ظهرت عند عصابة البلطي، وهذا نصر ونجاح نقر به كثيرا لمعاول الهدم الكل نجحوا أنهم يجعلوا من التونسي مواطن سلبي محبط ما حشتوش بالأخبار مهما كانت خطورتها. قبل أن أسرد عليكم ساعة مجموعة من الوقائع المهمة، خليني نمشي لاتصال هاتفي مع الأستاذة فوزية حضري. ألو. المحامية، مرحبا بك أستاذة فوزية. مرحبا بك، سلام عليكم وشكرا لكم لإتاحة هذه الفرصة للتدخل في هذا الموضوع. يا مرحبا، أهلا وسهلا بك بعيون المحامي وبعقلي يا رجل وامرأة القانون. كيفاش تشوفي ساعة قبل كل شيء سؤال مدخل تفعلي مع الموضوع اللي هي
جماعة البلطي والدولة اللي كوروا بها جماعة في بالنا الكرة في قطر، ظهرت الكرة زاد موجودة في تونس في كواليس السياسة. تفضلي أستاذة فوزية، تفضلي. شكرا، يعطيك الصحة. احنا للأسف نعيش حالا من العبثية، وبين ظفرين ماتش كورة ليه مدة ماهوش جديد. احنا لو كانت المباريات تدوم 90 دقيقة، فاحنا الشوط الواحد ما زلنا في الشوط الأول، امتد منذ ثورة تونس إلى الآن، ما زلنا في الشوط الأول بانتظار إن شاء الله يكون الشوط الثاني لصالح تونس إن شاء الله يا رب. هذا أملنا في الله، وهذا يقيننا، وهذه حتمية تاريخية تعرفها كل البلدان التي عرفت ثورات وعرفت بعدها منزلقات، وحتما ستعود الأمور إلى نصابها إن شاء الله متى استفاق هذا الشعب التونسي. إذا كان الشوط الأول نتفاعل معاك أستاذة فوزية، إذا كان الشوط الأول من الثورة المضادة ومن معاول الهدم اللي قاعدة تخدم بالليل والنهار، إذا فيها حتى الاغتيالات داخلة كلها في الشوط الأول، نخشى أن يكون الشوط الثاني عمره 11 سنة زاد كذلك، ننتظر ولا لا؟ ننتظر، وهذه سيرورة تاريخية سيدي الكريم. احنا أحلامنا ديما كإنسان، خلق الإنسان عجولا، لكن الحتميات التاريخية والسيرورة التاريخية لها حساب آخر ولها أجيال أخرى وعندها منطق آخر، وبالتالي ما لينا إلا أنه نبقى متفائلين ونبقى إيماننا بالله ثابت لا رجعة فيه، أنه دائما الخير ينتصر، ويبقى إصرارنا ذاك باش إصرارنا مستديم وأمننا موجود، خاطر ذاك باش نستسلموا. فيا خيبة المسعى ويا عارنا اش باش نخلوا لاولادنا، وبالتالي أستاذ من فوزية. واجبنا التاريخي. نعم استاذه فوزيه، نعم. بعد اذنك نحب نستفيد من وجودك بحكم تخصصك في مجال القانون. المحاضر هذوما اللي انت لما قريتي المحاضر كيفاش شفتيها من استاذه فوزيه؟ نعم. ما هي قراءتك للمحاضر المنشوره اللي موجوده اللي موقع عليها سي البلطي بيدو؟ هي تصريحات البلطي تحسها كونها هي جاءت مسترسلة وجاءت مفصلة، إحساس المتهم وقت يحس كونه هو وقع التلاعب به ووقع خذلانه، وأنه أصبح كبش فداء لمسح وتنظيف غيره، وأنه المجال لم يعد يتسع له. يعني نتفاعل معك كلمة كلمة، يعني من خلال تصريحاته وكأنه تصريحاتك الشخص المأزوم اللي حس أنهم لعبوا به، هكا حبيت تقولي، فيعطي كل شيء دفعة واحدة ويقول علي وعلى أعدائي. هو كذلك، هذه الكلمة الصحيحة، علي ولا أعدائي، خاصة أنه يزيد يعرف كون الملف خرج من القضاء العدلي، من النيابة العدلية مشال القضاء العسكري، يزيد يتاكد كونه فما بيع وشراء. شكون اعدائه؟ شكون اعدائه اللي لعبوا به؟ شكون اعدائه اللي لعبوا به استاذه فوزيه؟ الظاهر احنا سيد الكريم يتمنى نفهم كونه من الاول. خلينا نرجع مفهوم الموضوع باش يطول سيد الكريم معاك. احنا خلينا نصلحوا مفاهيمنا من الاول، اللي احنا اللي صار صحيح نحبوا انه نسموه ثوره، لكن هو ما كانش ثوره، هو كانت انتفاضه. انتفاضة علاش؟ لأنه الثورات المفروض أنها تقطع مع كل رؤوس وأذرع وأذناب الأنظمة اللي قامت عليها الثورات. نعم. وإعادة البناء على أسس جديدة بعد المحاسبة، وبعد أنه يخرج النظام الذي قامت عليه الثورة كليا من البلاد، أو عن طريق المحاسبات أو الفرار أو غيره. احنا اللي صارت بداية ثورة، لكن وقع الغدر بها مباشرة من ليلة 14 جانفي، وقت اللي خرجت رموز المنظومة القديمة واستندت لنا على الفصل 57 وغيره، وأعادت مسك زمام الأمور. بالتالي ما وقعش. ألو، نسمع فيك يا استاذ. شويه تعثر. ألو. شويه تعطل في الصوت لما حاله موجوده. الو. نعم. شكرا، يبدو ان هناك سوء تغطيه، وبالتالي ما وقعش القطع مع المنظومه السابقه نهائيا، وقعت اذرعها
بعد إذن موجودة في الداخل. هذه الأذرع ما يطلق عليها فعلا هم جرح الثورة الفعليين، هم من تأزموا من هذا الخروج من تونس. نعرفوا اللي لو كان نعملوا دراسة حقيقية والتاريخ وحده كفيل بهذه المهمة، مش نلقوا كونه الثورة اللي صارت أو الانتفاضة اللي صارت على بن علي ما كانتش موجهة له رأسا، لأنه الانتفاضة أكثر كانت على الطرابلسية في حد ذاته في أرزاق العباد، في حين أنه بن علي كانت فئة معينة هي المتضررة وهم فئة المعارضين. أما الطرابلسية وعلى رأسهم ليلى الطرابلسي، فهم الشعب عانى منهم الويل، وعانى منهم من رجال الأعمال، عانوا منهم من افتتاك أملاكهم وأرزاقهم وتهجيرهم وغيرهم. أستاذة، حتى يوصل المعنى نعم. والمغزى للمشاهد الكريم، وإذا كان هنا نشير للزملاء نعم. في غرفة التحكم، إذا كان الصورة مقلقة على الصوت ربما نبقيه على صورة ثابتة ونخلو الصوت يخدم حتى نجمه ننهو يعني المداخل هذا بشكل جيد. أستاذة فوزية، الطرابلسية نعم. بالحسن في موقوف في فرنسا ولا في كندا، وعماد هكا واللي مات منهم وكذا. العصابة اللي تخدم اليوم، اللقاء تم في سفارة فرنسا بطلب من ضابط الاستخبارات الفرنسي، والتقى هناك الجماعة في سفارة فرنسا. خلينا نحكي، طرابلسية مشاو مع الابرات ومع الاملاك ومع السطو على القهوة وعلى المطعم. انا نحكي اليوم على السفارة، مانيش نحكي على البرد، نحكي نعم. على سفارة فرنسا. سفارة فرنسا هي الحاضنة لعقل الانقلاب نعم. ولرسم خيوطه ولتنفيذ خارطته ولاختيار شخوصه كذلك. نعم نعم نعم. حكيم بن حمودة رأسا، حكيم بن حمودة رأسا طلب، خليني نعم. أعطيك معلومة أستاذة بعد إذنك، يعني ربما لأنه الملف جديد كثيرون ما مش مطلعين على أدق التفاصيل. حكيم بن حمودة التقى ضابط الاستخبارات السامي الفرنسي بطلب من الضابط نفسه، التقاه في سفارة فرنسا، والمخطط عنوانه الكبير إزاحة نجلة بودن العظيمة، ويعني تشكيل حكومة جديدة يترأسها حكيم بن حمودة، اللي معروف في صف الرجال، معروف حكيم بن حمودة تاريخه، معروف راجل كبير برشا وعنده فائض رجولة على فكرة. يعني هذه مسائل يعني نعرفوها نحن. تفضلي، قل لي كيفاش بالضبط سيد الكريم. يلزمنا نفهم احنا مجموش نفصلوا ملف ال 25 هذايا المتآمرين على أمن الدولة بمعزل على فرنسا وسفاراتها وعلى سفيرها والدور اللي لعبوا طيلة ما بعد الثورة هنا. فرنسا ومخرجات الثورة كانت مضرة حتما بمصالح فرنسا. نعرف أن النظام البرلماني أزعج كثيرا فرنسا خاصة في تجديد عقودها، ونعرف احنا الأزمات المتتالية اللي عرفتها تونس طيلة العشر سنوات كانت أزمات مفتعلة للتشويش على هذه الديمقراطية الوليدة، والتشويش على عمل هذا البرلمان. نعرف احنا وقت اللي حبت تجدد فرنسا عقودها وكليك كيفاش وصلت ان سقطت البرلمان في فترة ما، وجبت لنا حكومة حكم قرارات في وقت المهدي جمعة، واستغلت العطلة النيابية لتمرير العقود في عن طريق ابنها البار المهدي جمعة. وبالتالي فرنسا كقوة استعمارية ستبحث حتما عن من يحارب معها وتتحالف معه لإعادة لضرب هذا المسار البرلماني ولإعادة النظام الرئاسي. فوجدت من بين جرح الثورة الطرابلسية وعلى رأسهم ليلى الطرابلسي، وخاصة أن نأكد على ليلى الطرابلسي لأنها موجودة حتى في محاضر أبحاث البلطي. وبالطبيعة موجودة ليلى الطرابلسي ونفوذها وتدخلها ولعبها بالأوراق من بعيد موجودة حتى في محاضر بلطي، وبالتالي وحتى في محاضر بلطي يأكد كونها هي كانت حتى داعمة المسار 25 جويلية ولعبت في الخفاء، وقبل هذاك لعبت ورقة قدورين والذي وقع حتى مد السجاد الأحمر له هنا في تونس كورقة مستقبلية، لكن فشلت الحمد لله تلك الورقة، وجاء بعده رهان على قيس سعيد ونجحوا في ذلك.
ومنذكره زاد احنا في 20 مارس، لكن للاسف ذاكره المواطن التونسي ضعيفه برشا. في 20 مارس السنه الفارطه نعم تخرج ليلى طرابلسي بيدها على اذاعه موزاييك. نعم الو نسمع فيك، تفضلي تفضلي، مهم تقولي فيه استاذه، الو، تفضلي استرسلي، نسمع فيك جيد. تخرج نهار 20 مارس في ذكر في ذكرى مهمه للشعب التونسي في عيد الاستقلال، وتسمعنا صوتها من وراء ذبذبات اذاعه موزاييك نهار 20 مارس في عيد الاستقلال 2021، تخرج بصوتها وتقول انا مانيش مبيضه للاموال. في نهار 21 في الليل يخرج قيس سعيد يتوعد ويبشر ان هنا فما مرسوم للصلح الجزائي مع وانه ما فماش تبييض وان نعمل صلح مع رجال اعمال فاسدين لارجاع الاموال المنهوبه وغيرها وغيرها. نهار 21 يخرج 21 مارس يخرج قيس سعيد بهذا المرسوم فعلا، وشنو نلقوا فيه؟ نلقوا فيه كون الاجيال الزمنيه تعود لصلح هذا لما قبل الثوره، وبالتالي شكون المشمولين هنا؟ مشمولين الطرابلسيه ونظام بن علي. بالتالي احنا تو ما نستغربوش وقت نلقوا البلطي اللي هو رجل اعمال وما عندوش حتى صفه سياسيه او اداريه او منصب معناها في الدوله، يسير في الاعمال تاع تونس ويسير، واللي هو مستشارين واللي هو يعين ويعزل ويطلع ويهبط. البلطي ما هو الا واجهه، ما هو الا رجل من رجال ليلى ورجال النظام البائد. المفارقه استاذ 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 استاذه فوزيه بعد اذنك، نعم. المفارقه نضحك شويه انه هو هو الخماس مع فرنسا وخماس ليلى، نعم. وهو كذلك خماس نتاع التيار الديمقراطي، انا ما جبتش حاجه جديده، مانيش قاعد نسب، يعني هو يعني نعم. المفارقه في نقطه التقاطع اللي جمعت ليلى الطرابلسي بفرنسا، فهمنا ليلى الطرابلسي بفرنسا فهمناها، اما التيار نتاع ثلاث وزارات، الحزب نتاع ثلاث وزارات وما زازوشو، هو 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 اعتمد وليد البلطي مستشارا لدى، يعني هو يمثل التيار، اذا كان نحكيه على المحاصه او نحكيه على قسمه الكعكه، هو التيار حتى غادي. على العموم انا نشكرك برشا، اذا كان عندك فكره موجزه تحب تقوليها تفضلي، وقبل ان انهي معك نحب نشكرك استاذه فوزيه، ما نشكرش برشا، اما انت نحب نشكرك لانه استرسالك في افكارك وذكرك للوقائع والخيط الناظم، وكأنك تحكي على أولادك وكأنك تحكي على بناتك، وياريت كل امرأة وكل راجل يولي يعرف تاريخ تونس ويولي يعرف خوانة تونس ويولي يعرف ينجم يربط كما يحكي على قراية أولاده وتسلسلهم من الباك للجامعة، وعنده تصورهم وهم صغار وكيف كبروا. لو يكون عندنا هذا الإحساس بارك الله فيك النجم نكون أفضل بكثير يا أستاذة، وشكرا لك. نعم شكرا لكم على قبول هذا الاتصال، وسعيدة جدا جدا، وأنا أحبك في الله وربي ينصرك. الله يخليك. فقط أنا الوضع يؤلمني يؤلمني، لأن صحيح 10 سنين حلمنا فيهم حلمة، وحلمتنا ما ماناش باش نسلموا فيها أكيد، هذا حتما وعد كل حر ووعد كل شريف أنه ما يسلمش حلمته، لكن حلمتنا فيقتنا على كابوس. ان شاء الله بامثالك، ان شاء الله بامثالك وبمثيلاتك ان شاء الله تكون تونس بخير، وانا سعيد باستضافتك لاول مره، وان شاء الله في فرصه اخرى من هذه البرنامج ان شاء الله تكون لنا مواعيد معك استاذه. نذهب الى موجه اخرى، ابقوا معنا مشاهدينا الكرام.